بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الطلاب، درسنا اليوم هو اختبار منتصف الفصل الثامن. اليوم راح نعرض بعض الأمثلة ونشوف نحن من خلال دراستنا للدروس السابقة هل الطلاب أتقنوا بعض الأفكار والدروس ولا لا. طيب، الآن أنا مفترض أن يكون طالب فتح كتابه على الصفحة منتصف الفصل، اختبار منتصف الفصل الثامن، صفحة تقريبا 165. افتح كتابك على الصفحة 165 لحتى الكل يكونوا مع بعض. طبعا أنا محضر لكم عرض باوربوينت لسه فريش، إذا جديد توني عامله يمكن قبل ربع ساعة، فاستحملونا إذا شفتوا في بعض الأخطاء. سريع سريع مرة عملته والله. طب راح نعرض الآن الشرائح، هذا هو الكل عنده عرض صح ولا لا؟ اختبار منتصف الفصل. طيب، العرض عند الشباب صح ولا لا؟ حد يجاوبني، موجود عندكم صح، عرض صح ولا لا؟ أي موجود عندنا، اوكي، موجود سكر المايك لو سمحتوا، انا اللي بطلبه هو بيتكلم. قد تكون الحصه مراقبه، في عندنا مشرفين بيراقبوا، في ناس، فالكل لازم يكون بمنتهى الاداب و منتهى الذكاء، لاني كل واحد بيمثل نفسه، بيمثل عيلته طبعا صح ولا؟ وانتم اكيد ابطال. هذا السؤال الاول، احسب مساحه كل من الشكلين الاتيين وقرب الناتج الى اقرب عشر. هذا الشكل الاول يا مام، هالشكل عباره عن شو؟ ما اسم هذا الشكل يا مام؟ عبارة عن شبه منحرف. طيب، شبه المنحرف، تعرف شو قانون مساحة شبه المنحرف يا يما؟ أنا قانون مساحة شبه المنحرف يا أستاذ هو إيش كان؟ خليك معي شوي. القاعدة. ايه، شايف يا يما، لو ما حافظ انت القانون صح طبعا هون بده يروح عليك المثال. هذا لازم حفظ القوانين. خلينا نشوف طالب آخر، عبد الله القحطاني لو سمحت، افتح المايك. وإن مساحة شبه المنحرف شو بتساوي؟ نص الارتفاع ضرب مجموع القاعدتين نصف الارتفاع ضرب مجموع شو؟ القاعدتين القاعدتين. فيك تحدد لي وين الارتفاع وين القاعدتين لو سمحت عبد الله؟ القاعدة الصغرى اللي هي 18.5 متر، حلو، والقاعدة الكبرى اللي هي 26.4 متر، طيب والارتفاع والارتفاع؟ أيه. 12.8 متر. طيب شو عوض لي لشو انت بالقانون؟ هذا القانون انا كاتب لك اياه، شو بيطلع معك؟ خلنا نكتب 1/2 ايه ضرب 12.8. ايه افتح قوس، افتح قوس قاعدة 1 اللي هي 18.5 ايه زائد القاعدة الثانية اللي هي الكبرى 26.4. كلامك صحيح يا مشهور الصوت. عبد الله البطل. الآن نصف الارتفاع بمجموع شو؟ القاعدة. طبعا هذا الارتفاع، هذا النصف، الارتفاع 12.8 ضرب 26.4 ضرب زائد 8 18.5. أستاذ في مثلث، يطلع معك الجواب بهذا الشكل. في مثلث أستاذ على الخط اللي هو في الارتفاع، مثلث قائم في ايه، مثلث أستاذ جنب في الارتفاع ولا؟ هذا هو ارتفاع، بس لما رسمناه شكل المثلث قائم. صحيح كلامك انت، أوكي. صحيح، بس ما له علاقه، خلص هذا الارتفاع بس، هي طب القاعده. ساعد خليها، ساعد خليها شوي، اوكي، ساعد خليها شوي بنقل، الواحد سأخليها عم ينضم، بس خليه ينضم لنا بعد بس. لحظات بس لو سمحتوا. حمزه، أستاذ اوكي، مصطفى، ايوه، الاختبار هذا حق اختبار منتصف الفصل. ايه، منتصف الفصل صفحه 165 بالضبط، الفصل الثامن. اذا هي المساله الاولى، مين دخل، مين كلمني الان؟ فهد خليفه.
سكر المايك الكل، الكل سكر المايك. هذا السؤال، احسب مساحة الشكل. يمان قال هذا شبه منحرف. عبد الله القحطاني قال قاعدة الشبه المنحرف هي نصف الارتفاع بمجموع القاعدتين. وعوض نصف الارتفاع 18.8 وجمع القاعدتين الأولى والثانية وطلع الجواب بهذا الشكل. مين بيقرب هذا العدد إلى أقرب عشر؟ لأن يعني لا قربوا إلى أقرب عشر. مين بيقرب هذا العدد إلى أقرب عشر؟ فيصل الفنيس، افتح لي المايك، قرب لي هذا إلى أقرب عشر. شو بيطلع معك الجواب؟ 278.4. تفضل. هذا هو الجواب، متر للتربيع. إذا هذا هو الحل. في حدا من الطلاب عنده إشكالية إذا حدا عنده إشكال يفتح المايك يقول أنا مخمد حتى عيد. إذا ما حدا فتح المايك معناته أوريدي راح أروح للسؤال اللي بعده. تمام؟ طيب ليش التقريب حقه صار 200 ومدري كم؟ 200 لما تقرب لأقرب عشر يا فيصل، هذا هو العشر. ما بتناظر له، لا بتناظر للعدد على يمينه هذا اللي هو ستة. الستة هي من الأعداد الكريمة، الأعداد الكريمة اللي هي شو؟ اللي هي 5 6 7. بينحذف الستة لكن بضيف واحد للثلاثة لأنه هو كريم بصير أربعة. واضح يا فيصل؟ أوكي. هذا هو العشر. من ناظر للعدد اللي قبله كريم منزد له واحد للعشر وبيروح هذا العدد بينحذف. بصير عدد هون عشر، هون عدد صحيح وعلى يمينه في عشر فقط. واضح؟ هذا بيروح لأنه كريم بينزاد واحد دجاره وبيروح الله يرحمه. في حدا عنده إشكالية تعيد ولا خلاص؟ خلاص، ما دام إني ما حدا سأل معناته تمام. في حدا عم ينضم لنا لنشوف من هو الشاب اللي عم ينضم لنا الآن؟ مشاري، حياك الله يا مشاري. في أحد غيره؟ لا. طيب، هذا المثال رقم واحد. مثال رقم اثنين، بدنا مساحة هذا المثلث. مثل ما شايفين هذا المثلث كيف شكله شايف؟ الزاوية شو؟ جاوب لي يا عبد الله المطيري، الزاوية ايش هي؟ زاوية شو؟ قائمة. لا، هذه اللي هنا، اللي هنا اللي جوا داخلة خضراء، هاي اللي هنا شو؟ ايه قائمة يا شباب. اللي برا قائم هذه، بس اللي هنا هذه هنا هنا هنا. منفرجة. منفرجة، إذا كان المثلث منفرج الزاوية وين بيكون الارتفاع؟ خارج المثلث، واضح؟ هذا هو شو؟ هذا شو بيكون يا عبد الله المطيري؟ هذا بيكون الارتفاع. القاعدة شو بتكون؟ 9.5. 9.5. والله أنا حاطة 9 لأني هي بكتابة واضحة. عينيت على 9، مش مشكلة يعني عادي. طيب أوكي، بما أنك عبد الله المطيري معي، بتقدر تقول لي شو قانون مساحة المثلث شو بتساوي؟ نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. يا عيني عليك. طيب هي نصف ضرب الارتفاع ضرب القاعدة، بتقدر تعوضني بالقانون لنشوف شو بكتب أنا هنا؟ أيوة، النص ضرب 12 ضرب 9.5. يعني عليك. طب معلش انا حاطه 9 لاني على السرعه ما منتبه للعيد. في كتاب ما هي واضحه عندي كثير. اي في كتاب نفس الشيء سلمان. نفس الشيء بالكتاب، فحتى 9 عادي مش مشكله يعني، المهم الطريقه نحن صح ولا لا؟ مثل ما قال عبد الله، نص ضرب 9 ضرب 12. نص ال 9 كيف تقدر تحسبها بسرعه؟ بتقدر عبد الله بذكاء تحسبها بسرعه؟ نص ال 9 يساد شو اسمه 4.5. 4.5 ضرب 12. 4.5 ضرب 12 48، لا مو 48. 60 يساوي 60.5 ولا؟ إذا 40. إذا أنا شو قلنا نحن 4.5؟ سعد يجاوب؟ جاوب لشو؟ 54. 54، برافو عليك. جواب 54 بالضبط. جواب معي خطأ، أنا على السرعة حاطه يمكن 36. ما انتبهت إلا لهيدي أنا. السرعة لأن الدرس تو والله عامله جديد مرة. طيب راح نصلحه نحن، نعمل انهاء العرض ونصلحه. هذا بيطلع كام؟ 54. 54 تماما. 54 تماما. اسم مصطفى. ايوه هاشم، قول الاستاذ قبل. طيب بس لحظه شوي، لحظه شوي لنقبل لنقبل. طيب رح نقبل هاشم لو سمحتوا لحظات. هاي هاشم، وفي واحد كان عم يعمل لي مشاكل.
في واحد كان عم يعمل لي مشاكل، يعمل لي عم يتصل هلا بدي اكلمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اوكي، هاي رجع يكلم مرة ثانية. طيب انا ما علي منه، هلا عندي درس انا بدي اكمله وبعدين الله بفرجه معي. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا هاشم، سكر شوي وعليكم المايك. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حدا يرد، ما حدا يرد، قفل المايك لو سمحت. وانا راح ادير الحصه، اللي بقول له تكلم بيدخل لو سمحت، الكل يفهم ما نضيع وقتنا على الفاضي. وتطلع الحصه راقيه، لما بتنزل ينزل الفيديو على قناه المدرسه بيكون راقي، بيعبر عنا جميعا، كلنا راقين. طيب هذا المثال، هذا مو في سؤال استاذ. تفضل. استاذ الحين بديتوا الدرس ولا باقي ولا ما ماني عارف؟ بدينا الدرس، بدينا. هذا ثاني مثال بنحله. شوف هذا المثال، هذا الطالب مزعج صراحة، خليني بدي أكلمه له، ما بدي يحضر عندي صراحة. من هو؟ مستبعده. راح أكلمه بس لحظة، معلش آسف جدا. عشان نقضي على الإزعاج. كيف حالكم شباب؟ يا عيال الحمد لله طيبين. بكلم ابوهم ما ادري منو. منو يا عيال؟ لا تفتح سالفة، لا تفتح سالفة. كل طاب صدق صدق. يا احترم المكان الراقي يا فاشل، احترم المكان الراقي. شوفوا مين يتكلم. يلا يا شباب خلاص راح نبدا درس مرة أخرى، خلوكم معي. طيب يا هاشم، هذا الشكل دخل معنا جديد، رح نعيد سريع. هذا أول مثال، احسب مساحة الشكلين الآتيين. هذا الشكل شبه منحرف، شباب قالوا لي هذا يمان، قال هذا شبه منحرف. عبد الله القحطاني قال مساحة شبه منحرف. استاذ نفتح الكتاب، ضرب مجموع القاعدة، افتح تابك صفحة 160. قفل المايك، قفل المايك، لما بطلبك بالاسم تجاوب. قفل المايك. مساحة شبه المنحرف نصف الارتفاع بمجموع القاعدتين، هذا هو الارتفاع 12.8 ومجموع القاعدتين. عوضنا وطلع معنا الجواب. بعدين قرب إلى أقرب عشر، هذا العشر من ناظر على عدد اللي على اليمين. هذا السؤال اللي بعده كمان حليناه، عبد الله المطيري قال مساحة المثلث هو نصف الارتفاع ضرب القاعدة، نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. عبد الله قال لي هذا مثلث منفرج، عبد الله المطيري قال هذا منفرج الزاوية، الارتفاع لما بنرسمه بيكون خارج المثلث، فالارتفاع 12 والقاعدة 9. فإذا طبقنا نص 12 ضرب 9 القاعدة ضرب الارتفاع بيطلع معنا 54. السؤال اللي بعده لسه تونا ما شرحنا الهلا مع بعض. استاذ احسب مساحة المثلث الذي طول قاعدته 23 سم وارتفاعه 18. هذا مش راح حله، انت امامك الان، أمامك لا الآن صفحة كم؟ 165. سكر المايك، سكر المايك وحل معي هذا المثال. معك دقيقة، معك 3 دقائق تحل وترسل لي على الشات لشوف مين بيطلع معه الجواب صحيح. يلا لشوف على الشات، ارسل لي في مجال السؤال رقم 3 على الشات أو على الواتس. هذا السؤال رقم 3 صفحة 165. خلصت أرسلته. أرسل، أرسل على الشات لحتى أشوف، أرسل على الشات لحتى أشوف الكل. أرسل على الشات. طيب على الشات، على الشات مين أرسل؟ معنا 22 طالب، ما حدا أرسل للحين الرسائل. خلينا نشوف. سعد أنا أرسلت من زمان. أرسلنا كله. فيصل 207. 207 207 مضبوط، برافو عليكم ابطال.
هاشم وعبد القحطاني وعلي الحسين وفيصل، وكل ارسلوا برافو عليكم ابطال ابطال. انا ارسلت يا استاذ. اي نعم صحيح، خلينا نشوف حلوا لك انا اذا صحيح معي ولا انا غلطان. خلينا نشوف انا اذا حلي صحيح ولا انا غلطان. طيب احنا اخذنا المثال اللي بعده صح ولا لا؟ طيب طيب هذا هو، راح نشوف شو بيطلع معنا الجواب. رقم طلع معكم 207 صح؟ يمكن اشطر مني اذا انا غلطان، لاني يمكن عملت هذا العرض خلال يمكن 10 دقائق. يعني كده على اساس احل على الوورد بعدين لا على الباوربوينت افضل. نصف القاعده بارتفاع 207 برافو عليكم تحيه الجواب. ليش نصف ولسانتي مربع ضرب القاعده نصف 23 ضرب 18 بيطلع معنا 207 سم للتربيع. في حدا عنده اي اشكال؟ انا صح. تكر المايك لو سمحت، تكر المايك الجميع. السؤال اللي بعده، احسب محيط كل دائره وقرب الناتج الى اقرب عشر، حط 3.14 او 22 على 7 انت حر. هذا نصف القطر مثل ما شايف عميك هو 10 و7 من 8. هذا شو؟ مين بيحول لي هذا القطر نصف القطر مين بيحوله الى كسر اعتيادي وبيطلع لي جوابه؟ خلينا ناخذ الطالب. مين شارك معي اليوم؟ هاشم، حول لي هذا الكسر الى كسر اعتيادي نشوف شو بيطلع معك الجواب. شو بيطلع؟ تضرب شو؟ اضرب ال10 بال7. لا تضرب 8 ضرب 10 بيطلع 8، زود عليه 7 بيطلع 87 على كم؟ على 8. على 8 احسب لي اياها، 87 على 8 شو بيطلع معك الجواب؟ 87 قسمة 8. ايه 87 قسمة 8 بيطلع الناتج 10.8. 80.8 طيب صحيح. نعم 10.8 879 لسه من 1000. ايه يعني 8 فاصل صح؟ 8 فاصل 10.8 10.8 يطلع معنا الجواب. اذا قلنا مثلا 87 8 سم مصطفى. ايوه عندي اشكاليه يا استاذ. شو هي استاذ؟ في المثلث يا استاذ اللي هي قاعده مو شو اسمه قارون المثلث اللي هو نص ضرب القاعده ضرب الارتفاع، لما نطلع الناتج ليش نحط سنتيمتر أس 2؟ المساحة دائما بالمتر تربيع أو بالسنتيمتر تربيع. سنتيمتر تربيع. لما بيجي الوالد بيشتري أرض لحتى يعمر عليها بيقول له كم متر مربع هذا؟ بيقول له مثلا هي الأرض مثلا 1000 متر مربع أو 500 متر مربع. أما إذا قال له للعامل مثلا بعد ما بنى العمارة قال له كم طول الجدار؟ بيقول له 10 متر، ما بيقول له 10 متر للتربيع، صح ولا لا يا؟ صح. صح؟ إذا الطول بالمتر أو بالسنتي أو بالكيلو، أما المساحة بقول بالمتر تربيع، بقول لك كم متر تربيع؟ يعني جالس بغرفة طولها 6 متر وعرضها 4، كم متر مربع فيها؟ 24 متر مربع. 24، معناتها إذا كان في عندك أنت البلاط متر مربع واحد بنحط فيها 24 بلاطة كل واحدة متر مربع، يعني طولها متر وعرضها شو؟ متر. واضح الكلام؟ المساحة الأرضية لازم تكون بالمتر مربع أو السنتيمتر مربع كل وحدة للتربيع. طيب الآن هيدي محيط الدائرة. فيصل الفنيس، فيصل الفنيس معي؟ ايش ايش السبب؟ أعطيني قانون محيط الدائرة. نصف القطر أو القطر ضرب الطول. القطر ضرب الطول صحيح. القطر ضرب طاء معلش طاء اللي هو الباي. اوكي طيب فينك تعوض لي هون وتحسب انت اذا هذا كان محيط الدائرة 2 ضرب طاء ضرب نصف القطر، عوض لي نشوف شو بدك تعوض.
يلا فيصل كلمني. النق النق هو 10.875 صحيح، ايوه والطاء 3.14. طيب عوضهم فيصل بهذا الشكل، ضربه طلع معك هذا الجواب. قرب لي اياه الى اقرب 10 يا فيصل باثنين. بحسبها استاذ ذهني شويه. صعب عليك ذهني بفواصل لا كثير. ما اقدر والله اقدر. طيب هذا الجواب شوفه على الشاشه 34.14 تقريبا. ايش؟ 34.14 ضرب 2 يساوي 68 فاصلة 29 تقريبا. قربها يا بطل. 68، انت ناظر للشاشه ليش؟ 68 طيب فاصل 68.3 يا استاذ. يعني عليك، شو عملت؟ اشرح للشباب، كيف قربت لاقرب 10؟ طبعا عندنا 2 او العشر نرجع هذا للعدد اللي ولا قبله اللي هو 9 والعدد ناظر اللي تسعة قبله كريم بيعطيها واحد لهي وبيروح 9 مع صاحبه اللي على اليمين. بس بهالشكل بطل فيصل الله يرضى عليك. كبر المايك لو سمحت. كمان مثال اخر بس هذا مش راح حله انا. عندك على الشات لو سمحت سؤال رقم 6 صفحه 165 او على الواتس. على الواتس حلل لي فيصل صغير بطل كان اجابته صحيحه، وعلى الشات كثير من الطلاب حلوا منهم هاشم وعبد الله القحطاني والمطيري وعدد كبير منكم حلوها. اوكي يلا معكم 3 دقائق. استاذ كتبت في الشات، كتبت على الشات. انا اروح على الشات انا لو سمحتوا. سكر الولد، سكر المايك، سكر المايك، الكل سكر المايك. يسا شوف من اول واحد جاوب. طيب خلينا نشوف الشباب. هاشم عم يقول 4.14، ياسر 41.4، معلش 41.4، ابو القحطاني 41.4، 41.4 ياسر، عبد الله القحطاني منيف غلط معك، رجع صح. طيب ابطال ابطال الكل الكل ابطال. اذا جواب 41.4، 41.4. فيصل صغير على الواتس. استاذ صح علي انا كتبت 41.4. ايه منيح صحيح. طيب ايش رايك؟ بسكر اللي كلمني سكر المايك لو سمحت بسرعه. صحيح هاشم رزق، صحيح هاشم، غير هاشم، هاشم ما بتبعت مره واحده خلص بكفي والله قلت اسمك 20 مره. عمر وين اجابته؟ هاشم خلاص يا هاشم هي 600 مره كاتب انت بطل عارف. علي يمان ابطال جميعا. خلينا نشوف اللي صح انا ولا غلطان، الله اعلم، قولوا يا رب. هذا الحال خلوك على الشاشه. المحيط يساوي 2 ضرب طا ضرب نصف القطر. ايش طلع معي انا؟ شكلي ضارب خطا يمكن. انا بشوفها والله انتم اشطر مني معناتها، اشطر مني ما شاء الله عليك. لا لا يا استاذ ال 41.4 جواب السؤال 5 اللي هو القطر يساوي 21. انا حاطط 6 مش حاطط 5 انا. مكسبين هذا. ايه شكلهم فاضحين حلول وعم يرتبوا. ايه صح عليهم صح. صحيح انا جوابي صحيح، حلوني إيه صح 6 عليك. ما حتى ما حليت قلت 6 ما قلت 5 صح ولا 6 يا استاذ؟ اي 6 استاذ دخلت على 6 على طول. 6 صح يا استاذ. بيطلع معنا 2 ضرب 3.14 ضرب 8.8 بالشكل هذا. 2 3 14 والله يسلمك. قبل ما نخلص القصه لاني خلصت هي، خلينا نتابع اللي بعده اللي في عندنا. لسه عاد يجاوب؟
ثمانية. لا ما تجاوب، في معك دقيقتين، في معك دقيقتين. اوكي اوكي مع خيارات السؤال رقم ثمانية، اختيار من متعدد. إذا علمت أن طول القطر، طول القطر طاولة دائرية الشكل، القطر كامل كام؟ ايه القطر كامل 8 خطوط. ما حلينا سؤال 7. إيه انا اخترت بعضه، ما كلنا اخترته. سؤال 7 69.1. اوكي انا ما كلنا اخترته، انا اخترت بعضهم بس. يعني كل شيء ما بحله بالكليه وبتقولي على الواتس. واجهك انك تدخل على المنصه في واجهك. استاذ الجواب في سؤالين بس. 8 ما طلبت انا، استصبر شوي، سكر المايك بس اطلب واحد يطلع بجاوب. هذا اللي بدي يجاوب بده يشرح ليش، اللي بدي يجاوب بدي يشرح ليش. انا استاذ سكر المايك، سكر المايك. علي الحسين، علي الحسين جاوب على السؤال هذا بس بدك تشرح. استاذ محيط الدائره يساوي 2 ضرب نصف القطر ضرب طاء. اوكي فحالي لا اللي معك شو هو نصف القطر بس نضرب 2 يصير داء، طاء ضرب القطر، الف ضرب الضرب القطر في 2 فنستبعده، اما باء ضرب القطر في طاء. نعم الحل هذا هو باء. اول حل شو هي الحل؟ باء هو شو الحل الصحيح. خلينا نشوف هاي المساله. لا هاي احسب مساحة الدائرة، هاي المساحة الان صح؟ المساحة مشاري، مشاري لو سمحت افتح المايك وقل لي مساحة الدائرة شو بتساوي؟ بالقانون. طيب احمد الزهراني افتح المايك وقل لي مساحة الدائرة كقانون شو بتساوي؟ مساحة الدائرة يساوي ناتج ضرب طاء في مربع في نص القطر تربيع. بطل بطل، الله يرضى عليك يا. طيب تقدر تعوض بالقانون اذا انا كتبت لك يا. هذا هو مساحه الدائره تساوي طاء ضرب مربع نصف القطر. طيب هذا نصف القطر تقدر تحول لي هو الى كسر اعتيادي ثم الى عدد؟ لا اضرب احمد هذا شوف 4 ضرب 4. 4 ضرب 4 كم يا احمد؟ 4 ضرب 4 16. ضيف لي 1، 16 زائد 1 كم؟ 17. 17 على 4. فهمت كيف القصة؟ بتضرب هذا بهذا، عدد صحيح المقام. يعني ضيف على 1 البصل صار 17، بتقسم على 4 نصه، ما يتغير المقام. 17 على 4 يعني 4 فاصلة شوي. اي 4.25 استاذ. اي نعم. شو بيطلع معك الجواب؟ إذا عوضنا 3.14 ضرب 4.25 للتربيع بيطلع معك هذا الجواب. ربع الأقرب 10 يا أحمد. شو بيطلع معك؟ ألو أحمد. قرب الأقرب 10. أو خلينا ناخذ فيصل الصغير، فيصل الصغير. لحظة. سكر أحمد، أحمد سكر، خلينا ناخذ فيصل الصغير. لاني سالني هو في البدايه على العشر تقريبا الى اقرب عشر. فيصل فيصل الصغير، فيصل الصغير معي إيه؟ قرب هذا العدد الى اقرب عشر اللي هو هذا 56. ناظر لهذا 56. كريم ولا بخيل؟ بخيل. دفو من دون ما تزود شيء للسبعه، شو بصير معك الجواب؟ 56.7. بطل الله يرضى عليك. اذا هذا العشر ما بناظر له، لا بناظر للي على يمينه اللي قبله. واحد بخيل خلص روح الله معه، بيروح من دون ما يزود لصاحبه لانه بخيل. طيب انا لعند هون خلصت الدرس وخلص وقتنا اليوم على المنصه مشان ما راح ناخذ وقت غيرنا. فبتمنى ان كل الشباب كل الشباب يكونوا فهموا معي. والدرس خلص عند الله.
شكرا يا استاذ، مع السلامه. جميعكم يعطيكم العافيه، بتحلوا الواجب على المنصه. يعطيك العافيه على الدرس والشرح والكذا. يعافيكم جميعا، مع السلامه. حلوا على المنصة الواجب في سؤالين، بعدين باقي الاختبار صفحة 160 حلوا على كتاب وارسل لي على الواتساب وصحح. ماشي الحال؟ مع السلامة يا استاذ. طيب طيب صفحة كم؟ 165 165 الباقي.